السلام عليكم منى، يسعد مساك يا رب. السلام ويسعد مساك ويسعد مسا متابعينا الكرام. جاهزين نبدا حلقه اليوم؟ يلا بسم الله. تفضلي. شكرا. من أرض المملكة نرسل لكم التحية بنكهة سعودية، تحيتنا فيها سلام. سلام من مهد الإسلام وأرض السلام، سلام يرفرف به بيرق بلادنا الأخضر، يلون مساءكم بلون الخير. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة منه وبركة، ويسعد مساكم من السعودية. عودة لكم من جديد في موسم جديد وبشكل متجدد تعيش فيه معنا السعودية وتتعرف فيه على أرضها وأهلها، روادها وأعلامها، أكلها وتراثها وتاريخها. وجه جديد للسعودية راح تشوفوه إن شاء الله معنا في برنامج يسعد مساكم. والآن نبدأ معكم في حلقتنا مع قراءة لأبرز مواضيع حلقة اليوم. أكبر مطبعة في العالم لبناء منازل ثلاثية الأبعاد الآن في السعودية. وبين الفقد والانفصال قلب منكسر. ريم صبان، قصة سيدة لونت حياة الأطفال الباهتة. عناية رغوة، امتزاج مكونات الطبيعة. في فقرتنا الأخبار نبدأها من صحراء الربع الخالي، حيث أنهت قافلة ركايب رحلتها الاستكشافية والتي استمرت ل 24 يوم وشارك فيها 70 رجلاً بالإضافة إلى 4 نساء بينهم سعودية وألمانية ويابانية. استكشفوا خلال رحلتهم صحراء الربع الخالي وتعرفوا على ثرواتها وحضاراتها وطبيعتها المناخية والجغرافية والحيوية. وفي خبرنا الآخر، السعودية تشتري أكبر مطبعة في العالم لبناء منازل ثلاثية الأبعاد، وهي أحدث تقنيات الجيل الرابع لتقنيات البناء في العالم. وفقا لمجلة المشاريع البي أن سي، يمكن لهذه المطبعة إنتاج مباني مكونة من 3 طوابق تبلغ مساحتها 300 متر مربع لكل طابق. وأيضا في السعودية 11 سعودية بيبدأ العمل ضمن طاقم المراقبة الجوية لحركة الملاحة في مراكز المراقبة الجوية. السيدات بيشكلوا الدفعة الأولى من برنامج المراقبة الجوية للفتيات، وهو البرنامج الأول من نوعه لتأهيل المراقبات الجويات، وبتسعى الشركة إلى توسيع دائرة التوظيف في الأعوام القادمة ودعم تمكين المرأة السعودية. إيش رأيك كمرأة سعودية في هذا الخبر؟ والله إنجاز وتقدم جداً هائل للمرأة السعودية بشتى المجالات، والآن وصلت للسماء. اللي أعتقده أنه هذه الأخبار أو هذا النوع من الأخبار يعني بيدعم بشكل كبير المرأة في السعودية، وبيدعم الكفاءات الموجودة والطاقات الموجودة هنا. بس في حاجة بس بضيفة، جانب الملاحة الجوية على ما أعتقد أنه ما هو موجود في العالم، ما في نساء في العالم بشكل كبير في هذا الجانب. أعتقد هذا للأمانة أنا كصعيد الشخصي ولا مرة سمعت أنه في بهذا المجال ومراقبة الجوية في سيدات. أتوقع دور المرأة أنها تثبت إمكاناتها في هذا المجال وتدخل عالم الطيران من أوسع أبواب إن شاء الله. وفي خبر آخر مشاهدينا الكرام، وفي عالم التقنية علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحويل إشارات الدماغ إلى كلمات. قام فريق من جامعة كولومبيا باستخدام خوارزميات التعلم العميق تشبه تكنولوجيا التي تستخدم في نظام سيري المعروف في نظام أجهزة الآيفون، والتي تعمل على تحويل الكلام إلى لغة دقيقة ومفهومة ومعاد صياغتها بشكل لائق. ويسمح هذا النظام الهيكلي البشري المحوسب للأشخاص الذين فقدوا القدرة على التحدث فرصة للتعبير من خلال استخدام أفكارهم للتواصل اللفظي عبر صوت آلي مبرمج آلياً.
وهذه خطوة جدا جميلة في عالم التقنية. والآن في خبر غريب، قامت امرأة بتبلغ من العمر 82 سنة بالقفز المظلي من أحد المرتفعات لتحقيق الرقم القياسي العالمي كأكبر امرأة تقفز بالمظلات في العالم. تقول محترفة القفز بالمظلات اسمها ديليس برايز أنها شعرت بالخوف قبل أداء القفزة وأنها قادت دراجتها بنفسها إلى منطقة القفز لتقنع نفسها بأنها ما زالت تتمكن من العودة عن قرارها، إلا أنها نفذت هذه القفزة وسجلت في موسوعة جينيس بأكبر امرأة بتقفز من المرتفعات. وخبر عجيب، جريء. أكيد جربتي القفز قبل كده أو جربتي حتى بس المظلات؟ ولا حجرب. أنا جربته قبل. فين؟ رائع صراحة، في برا. ما شاء الله عليك. لا أنا مستحيل أجربها. رائع جدا إنك يعني إنك تشوفي حاجة من فوق، بس طبعا انت في خلاص انت بس طبعا هذه كون يعني كونها 82 سنه عمرها يعني ما شاء الله عليها، غامرت ودخلت موسوعه جينيس. طيب مشاهدينا الكرام، في خبرنا التالي تغريده لصبي طبعا تنقذ محل والده من الافلاس. تسببت تغريده قصيره من صبي امريكي على موقع تويتر في انقاذ محل والده من الافلاس، وكتب الصبي تغريده قصيره على تويتر يقول فيها، يناشد فيها الزبائن أن يأتوا لمساعدة والده الذي فتح محلاً لبيع الكعك المحلى اللي هو الدونات بحسب سبوتنيك. وجاء في تغريدة الصبي، والدي حزين جداً لأنه لا أحد يأتي لمحله لشراء الدونات. تغريدة بسيطة جداً، كلامه بسيط جداً. هذا الأمر أثار ردود فعل سريعة ومذهلة جداً، وتدفق الزبائن على المطعم في مدينة ميسوري بولاية تكساس، وتم بيع جميع قطع الحلوى والدونات. إيش رأيك في هذا الخبر؟ وفي خبر وطريقة إنسانية بسيطة فطرية من طفل قدر فعلاً هو يحقق لوالده البيع والنجاح. الملاحظ أستاذة منى، الفترة الحالية مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي وكثير من شباب السوشيال ميديا، ما بنتكلم على التسويق يا جماعة، ما بنتكلم الناس اللي بتسوق فلوس، بتكلم الناس اللي تحب تدعم المشاريع وتدعم أهل الخير، إنه فعلاً أحياناً حاجة بسيطة على وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا ممكن تغير حياة ناس كثيرة وأسر كثيرة. فعلا صدقت. وأيضا من التغير الإيجابي والحاصل في خبر أعلنته وكالة رئاسة الحرمين الشريفين لشؤون المسجد النبوي تعديل مواعيد زيارة النساء للروضة الشريفة. وأكدت الوكالة أن القرار يأتي انطلاقا من حرصها على إتاحة الفرصة للنساء للصلاة في الروضة الشريفة براحة ويسر، حيث تم تعيين وقتين لزيارة النساء للروضة، الأولى من بعد شروق الشمس وحتى قبل صلاة الظهر بساعة، أما الثانية من بعد صلاة العشاء وحتى صلاة أو قبل صلاة الفجر بساعة. طبعا أشارت إلى أنه سيجري تقييم التجربة للوصول لأفضل الحلول الممكنة لتسهيل زيارة النساء للروضة الشريفة، مؤكدة أنها تقوم بمتابعة خططها ومراجعتها وتقييمها بشكل دوري لتقديم أفضل وأرقى وأجود الخدمات لزائري المسجد النبوي الشريف. خبر جميل جدا، ولكن ننتقل من هذا الخبر إلى التقرير التالي. مساحة تقدر ب 330 مترا مربع، قطعة من الجنة تشم ريحها في الأرض، صلاة فيها أفضل من أي مكان سواها في المسجد إلا المكتوبة، هي شرف ميز الله به أرض يثرب باحتضانها هذه البقعة المقدسة، الروضة الشريفة. مشاهدوا إياكم في التقرير التالي. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. على هذا الحديث الصحيح يجتمع الآلاف من زائري المسجد النبوي يوميا في هذا المكان بين بيت الرسول وبين منبره ليصلوا ركعتين في الجنة، وتهنأ قلوبهم بهذا المكان وتهدأ أجسادهم من مشاغل الحياة ومشاكلها، فلا يبقى لهم إلا مناجاة ربهم بأن يمن عليهم بالجنة في الآخرة كما من عليهم بالروضة في الدنيا. ويبلغ طول الروضة من المنبر إلى الحجرة الشريفة 53 ذراعا، أي ما يعادل 26.5 متر، وقد حجب الشبك المحيط بالحجرة جزءا منها، حيث نقص منها الرواق الواقع بين الاسطوانات اللاصقة بالشبك وجدار الحجرة الشريفة، وأصبح طولها 22 مترا، وتعرف بسجادها الأخضر المختلف عن لون باقي سجاد المسجد وهو الأحمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في هذا المكان أكثر من بقية المسجد ويصلي فيه ويتعبد الله فيه، ولهذا
اكتسب أهميته وقداسته، فلا يزور مسلم المسجد إلا ويحاول الصلاة فيه. النات المهطعين، حشرجة المنكسرين، تبتل الخاضعين، كلها تملأ زوايا الروضة الشريفة، فملامسة الجباه لأرضها مكرمة ومنقبة يتمناها المسلمون في أرجاء الدنيا، ودموع التائبين تبجل المشهد الروحاني. زي ما لاحظت استاذ منى، الخبر اللي قبل شوي اساسا والتقرير هذا ارتبطت بعضها بشكل كبير. الروضه الشريفه من الاماكن المقدسه جدا، وحتى صحيح. كل زوار مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام بيحاولوا يصلوا في هذه البقعه الطاهره. اكيد الخبر اللي قبله اللي ذكرناه قبل شويه انهم اتاحوا فرصه الان رئاسه شؤون الحرمين مشكوره بتقوم بجهود كبيره طبعا لخدمه الزوار والمعتمرين، اتاحت فرصه الان للنساء، وهذا الشيء ما كان موجود اول بشكل كبير، وقت اكبر لزياره النساء. فعلا احنا لاحظنا كانت الفتره السابقه كانت الفترات جدا قليله انه فعلا السيدات او النساء يدخلوا ويزوروا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جميل جدا بهذا التقدم والحرص أيضا من الجهات المختصة في المسجد النبوي جميل. الشريف، وفرصة جميلة لنا. هم بيدرسوا طبعا هذا الخبر أنهم يوسعوه بشكل أكثر، فإن شاء الله يستمروا عليه، وإن شاء الله يكون من الأشياء اللي تدرس وتؤتي ثمار جيدة بالنسبة للنساء. طبعا هم ذكروا أنه حيكون من بعد شروق الشمس الفترات المتاحة للسيدات خلال هذا الأسبوع، من بعد شروق الشمس وحتى قبل صلاة الظهر، والفترة صحيح. الثانية من بعد العشاء إلى قبل الفجر، يعني فترة بساعة. جدا مناسبة إن شاء الله للسيدات بإذن الله. أكيد مشاهدينا الكرام رح نطلع فاصل ونرجع لكم، خليكم معنا. تشاهدون بعد الفاصل. الإنسان إذا جاته نوبة فرح مفاجئة، كسب مبلغ كبير في مسابقة مثلا، ممكن تأتي له هذه المتلازمة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. نعم فراغ. حكى قصة الانفصال أثناء السير بلا توقف في الشوارع، لم يتعب بقدر ما أراحه الحديث، كل شيء يذكره بها، أية رقم غريب يتصل به لابد وأنه رقمها، يتحدث وكأنه تحت تأثير مخدر ما، تمتزج كلماته بالكثير من الغضب والكثير من المحبة أيضا، يتحدث عن جسده المنهك محاولاته الصعبة للخروج من تلك الحالة المزاجية السيئة. لا الألعاب ولا الأفلام ولا الخروج من المنزل يهونون عليه الأمر، لكن جلوسه وحيداً يزيد من صعوبته واستحالة الخروج منه. ربما لم تكذب الأفلام والأغاني عند وصفها للفراق العاطفي بكسر القلب كما فعل العلماء أيضاً. تلازمة القلب المنكسر في التقرير التالي. في ذمة الله ما ألقى وما أجد، هذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعد عنه، فكيف بمن أحبابه فقد؟ تختزن ذاكرة الشعر العربي العديد من النظم الذي جاء ثمرة لنكسة أو فاجعة من فقد ووداع للأحبة، فعبرت فحوى تلك القصائد عن ذلك كشاهد على الغائب الذي خلف الحزن المديد والمميت في أحايين كثيرة. بل وتواترت الصور التعبيرية والرمزية لتدور في فلك القلب المفطور. وبعد عدة فواصل زمنية أصبح ما يعانيه منكسري القلوب حقيقة علمية أثبتها أهل الطب وخاصته في أول تشخيص له في اليابان، والذي بدأ كظاهرة مقلقة تشير إلى اعتلال عضلة القلب إثر صدمة ما، والتي سميت لاحقاً بمتلازمة تاكوتسوبو. وفي ذات الصدد
ذكر تقرير صادر عن كلية الطب في جامعة هارفارد أن ما نسبته 90% من النساء اللاتي تخطين 50 عاما يصبحن أكثر عرضة للإصابة مقابل 10% من الرجال. وفي تجربة أخرى خضع 40 متطوعا للفحص عبر جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وطلب منهم النظر إلى صور شركائهم، وبالرغم من مرور 6 أشهر على تجربة الانفصال ألا أن الجهاز أظهر إنارة في الأجزاء الخاصة بالألم في المخ. الفراق وتأثيره علينا، كيف ممكن نتخلص من هذا الشعور المؤلم للفراق خصوصاً إنه يبقى؟ كل هذا وأكثر أكيد رح نناقشه مع ضيف يسعد مساكم، الدكتور محمد الحامد استشاري الطب النفسي ومدير مركز خبراء النفس بجدة. يا أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. أهلا بيكي ويسعد مساكم ومساء المشاهدين جميعا إن شاء الله. ويسعد مساك. بداية دكتور نبغى نعرف إيش هي متلازمة القلب المنكسر؟ متلازمة القلب المنكسر هذا مصطلح ربما أصبح جديد في عالم الطب نوعا ما. صحيح. أعراض متلازمة القلب المنكسر تشبه تماماً أعراض النوبة القلبية من تماماً. ناحية الألم؟ من ناحية وجود ألم في الجهة اليسرى من الذراع، قد ينتقل إلى وسط الصدر مع ضيق في التنفس، مع إحساس بالتعرق، مع خوف شديد، مع إحساس بأنه أنا أعاني من نوبة قلبية. طبعاً هذا أقوى من الإحساس بما يسمى بنوبات الهلع. الفحوصات المعملية لمثل هذا النوع من اللي هي المتلازمة بيعطي نتائج أيضا شبيهة بالجلطات القلبية، سبحان الله. إلا أنه لا يوجد انسداد الجلطة أو النوبة القلبية، بيكون في انسداد في أحد الشريانات التاجية اللي بتغذي عضلة القلب. صحيح. في حالة متلازمة الانكسار أو انكسار القلب المكسور بيكون الانسداد غير موجود، القلب يعمل، لكن إيش اللي بيحصل؟ نتيجة لصدمة نفسية قوية أو حزن شديد، إما ناتج عن فقد لصديق أو حبيب أو قريب. هذا الفقد ممكن يكون ربما موت، ربما طلاق، ربما سفر طويل المدى، ربما خسارة مالية، ممكن كمان أحياناً. نعم، أحياناً حتى الأفراح، ممكن الفرح إذا كان زايد عن اللزوم. الإنسان إذا جاته نوبة فرح مفاجئة، كسب مبلغ كبير في مسابقة مثلاً، ممكن تأتي له هذه المتلازمة. اللي بيحصل إنه جزء من عضلة القلب يحصل فيها نوع من اللخبطة في عملية الانقباضات، فيؤدي إلى حدوث هذه الأعراض اللي هي مشابهة للنوبة القلبية. الدراسات العلمية أثبتت إنه 2% تقريبا من اللي يصابوا بهذه المتلازمة ممكن 2% منهم يصلوا إلى مرحلة النوبة القلبية. حالات الوفاة نادرة، لكن قد تحصل حالات وفاة من مثل هذه الحالات. احنا نتكلم الان على شعور نفسي. نعم. يؤثر عضويا على القلب ايضا. نعم نعم، هو طبعا كل المتلازمه هذه بتنشا من صدمه، سبحان الله، صدمه قويه، فقد لشخص عزيز زي ما قلنا، يا بطلاق يا بوفاه او خساره ماليه. جميل. او الى اخره. هذه الصدمه بعض الاشخاص، طبعا في ناس اكثر عرضه للاصابه بهذه المتلازمه عن ناس اخرين. زي مين دكتور؟ النساء اكثر عرضه من الرجال. اللي يتعدى عمرهم 50. والله احنا دائما يعني مظلومين يعني دكتور، سمعنا يعني النساء اكثر. ربما المراه عاطفيه بطبيعتها، فهي اكثر عرضه للاهتزازات وعدم القدره على مواجهه الصدمات النفسيه اكثر من الرجل، اكثر عرضه. والفئه العمريه للنساء اكثر. الفئه العمريه فوق 50 عاده هم الاكثر، اللي هي ما بعد سن الامل. أوكي. كذلك الناس اللي عندهم تاريخ مرضي لاكتئاب أو قلق أو لبعض الصدمات، الأمراض العصبية مثل الصرع، نوبات الصرع أو إصابات في الرأس نتيجة الحادث. هؤلاء الناس يكونوا، يمكن دول الناس بيكونوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة انكسار القلب. طيب دكتور، تحدثت عن أمر يعطينا فرق بين الأزمة القلبية وبين اللي هي الفقد أو اللي هي الكسر. هي مسألة داخلية تحدث في القلب فقط ولا في شيء آخر؟ يعني الأزمة القلبية تحدث كيف أساساً عند الشخص؟
الأزمة يعني كيف نفرق بينهم بشكل واضح؟ الأزمة القلبية طبيا يحدث انسداد نتيجة لجلطة ونتيجة لترسب الكوليسترول على الشرايين، الشرايين تكون متصلبة فبتحصل جلطة بتقفل في أحد الشريانات المغذية لعضلة القلب فيحصل موت لجزء من عضلة القلب نسميه احتشاء عضلة القلب، هذه هي الجلطة أو النوبة القلبية. النوبة القلبية نعم. صحيح. نفس الأعراض بتحصل اللي في النوبة القلبية نفسها تماما بتحصل في متلازمة القلب المكسور ولكن دون وجود حالة الانسداد فبالتالي هي قابلة للشفاء مش زي النوبة القلبية أو الجلطات. تمام. أنا كيف أفرق بما أنه يعني لا سمح الله الله يحفظنا يا رب جميعا جاتني هذه الحالات، متى أعرف أنه هذا لا والله قلب منكسر ولا أنا بمر بأزمة قلبية؟ من الأعراض كيف أفرق أنا؟ حقيقة الأعراض متشابهة جدا، لذلك ينصح إذا كانت الأعراض شديدة بما يكفي بمعنى الألم اللي في اليد أو الألم اللي في الصدر أو الاختناق في التنفس أو ضعف التنفس إذا كان ضعيف بشكل قوي أو الأعراض قوية نوعا ما لابد أن يعرض نفسه على أي قسم من أقسام الطوارئ للتأكد، لأنه هذه الأمور أحيانا حتى تخطيط القلب يكون ربما يدينا شيء يوحي بوجود احتشاء لكن في الأخير بعض التحاليل المتقدمة زي الأنجيوغرام مثلا اللي هي الأشعة بالصبغة تثبت أنه لا يوجد انسدادات، فبالتالي في تشابه كثير ما بين الحالتين من الناحية من ناحية الأعراض ومن ناحية العضوية. طيب أنا أستاذنك دكتور، فريق الإعداد في البرنامج نزل إلى الشارع وحاول يسأل الناس سؤال، السؤال كان يقول هل سبق وتعرضت لفراق حبيب أو موت قريب؟ خلينا نشوفه سوا ونرجع لكم مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير ثم نعود بكم. فراق حبيب؟ نعم تعرضت، صعب جدا 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 صعب والحمد لله الله عز وجل يقوينا. مؤلم مرة والله، مؤلم شديد، وفاة الوالد وبعد وفاة الوالدة وفاة أخوه كله وعم وخال وخالة وعمه وكله كثير يعني تعرضنا لحياتنا الحمد لله. بس صعب صراحة، شعور ما أعرف كيف أوصف لك هو، لكن إنه زي ما تقول تحطيم، يعني الواحد تحطم نفسيا جدا مؤلم طبعا وصعب علي وخايفة منه، عندي خوف شديد منه، شيء يوجع القلب صراحة إذا أي أحد من قاربي لو توفى وخاصة إذا كان من أهلي، شعور ما صعب، يكون تأثير عميق جدا على النفس، تحتاج صراحة الفترة إنك تتجاوز هذا الشيء إذا قدرت تتجاوز أصلا. صعب والله، صعب وصفه يعني، صعب جدا ما ينوصف يعني، الحمد لله. تحس إنه في شيء نقصك في الحياة، هو صراحة كان فرق والدي يعني الله يرحمه، بس الحمد لله يعني على كل حال. والله جت لي حالة نفسية، شخص واحد يغيب عليك، شخص حبيب يغيب عليك، ولو الأرض فيها 6 مليار بشر الأرض تكون فارغة، الأرض تكون فارغة، الأرض تكون فارغة. ومين منا ما تعرض لفراق حبيب أو صديق أو تعرض لهذه المشاعر اللي ممكن أي إنسان ممكن يمر فيها؟ زي ما شاهدنا دكتور في كثير من الناس اللي فعلا تعرضت لهذا القلب المنكسر، وكلنا طبيعي في حياتنا ممكن نخسر بشر حتى هم ما زالوا على قيد الحياة، لكن أحيانا ممكن الاختلاف بيبعدنا عن أشخاص إحنا نحبهم ونتعرض لهذه الأمور. طيب نبغى نعرف دكتور الآن بما أنه شيء أصبح فعلا عضوي، إحنا دائما نعرف ونسمع قلبي انكسر، قلبي واجعني، لكن كنا بناخذها من محمل العاطفة فقط، لكن أصبحت فعلا عضوية ولا سمح الله ممكن تؤدي إلى الموت. طيب لو تحدثنا أكثر بما أنك شفت دكتور هذا الفيديو أنه كيف الناس وتشابه الناس عن الانفصال، وتحدثنا أكثر عن هذه الأمور وممكن سلبياً تخلينا نخسر أنفسنا وكيف نقدر نتخلص منها أو نشفي نفسنا. هو الحين في الجزئية الهامة اللي لازم نسلط الضوء عليها، إحنا الآن تكلمنا عن متلازمة القلب المكسور كعرض يشبه النوبات القلبية. صحيح. هذا عرض طارئ يحصل في لحظة تلقي الصدمة، لكن الإنسان لما يصاب بصدمة من هذا النوع تشخص بمرض خطير لا سمح الله أو فقد عزيز أو موت قريب أو خسارة مالية أو حالة فرح كبيرة،
أحيانا هذه الصدمات تؤدي إلى أنه الإنسان يدخل في مراحل للتعامل مع هذه الصدمة. المراحل هذه بيمر فيها كل الناس. أول مرحلة من مراحل التفاعل مع الصدمة هو مرحلة الإنكار. يعني شخص يفقد له عزيز أو إنكار الفقد مثلا. إنكار الفقد لأنه لسه ما استوعب مات ما مات، طلقني ما طلقني، أنا خسرت ولا ما خسرت. الفقد نفسه يبدأ يطرح أسئلة كثير، لكن أغلب هذه الأسئلة فحواها يدور حول أنه أنا ما متأكد، أنا منكر، لا لا هو ما زال موجود. لأنه هذا أو العملية هذه تعتبر رد فعل طبيعي للدماغ عشان يخفف صدمة. تأثير الصدمة لين ما الشخص يبدأ يستوعب. هذه تستغرق ربما عدة أيام عند بعض الناس، وفي ناس ممكن تستغرق عندهم عدة أسابيع، قد تطول. يعني هي الفترة تختلف من شخص إلى شخص على حسب قدرات التكيف لديه. بعد مرحلة الإنكار ننتقل إلى مرحلة الغضب. تجاوز مرحلة الإنكار خلاص أوكي أنا فقدته، يبدأ بالغضب. ليش أنا فقدت هذا الصديق، هذا الأب، هذه الأم؟ بعض معنى أنا إيمان ضعيف ممكن يعترض حتى على القدر. بالضبط، فيبدأ نعم يعترض على القدر، على الله سبحانه وتعالى، على الأقدار ككل. ليش أنا حالة غضب؟ حالة الغضب أيضا ممكن هذه تسقط، نبدأ في عملية الإسقاط، تسقط على شخص ماله دا يعني ماله علاقة بالموضوع. مثلا طبيب شخص أنه عندي مرض لا قدر الله خطير، أبدأ أنا أغضب على هذا الطبيب لأنه هو اللي شخص رغم أنه هو ماله دور في الموضوع. لكن هذه حالة الغضب تصبح حالة لا عقلانية، يبدأ الإنسان يغضب من كل شيء. سبحان الله. بعد فترة يبدأ يهدأ، يبدأ يستوعب الإنكار، فترة الإنكار زالت، فترة الغضب أيضا بدأت تهدأ شوية، يبدأ يدخل في مرحلة المساومة. إيش مرحلة المساومة؟ يبدأ عاد يسوي مساومة مع السماء، مع الله، مع القدر. يبدأ أنه أنا فقدت هذا الشخص لكن إن شاء الله نلتقي في الجنة، يا ربي أجمعني فيه في الجنة. نعم الأمل رجع لعقله، إيه؟ فعلا حتى لو فقدته خلاص أبدأ فعلا أتأمل ألتقي فيه ولو في الجنة، وأنا تقبلت هذا القدر يا ربي، بس أشفيني من هذا المرض إذا كان مرض مثلا أو هكذا. نبدأ ندخل في مرحلة إيش؟ نوع من المساومة مع القدر أو مع الله سبحانه وتعالى، حتى ما يتهدأ النفس أكثر وأكثر. بعدها يصل لمرحلة خلاص تأكد أنه الفقد ذا حاصل 100%، فيبدأ يدخل في الاكتئاب. شوف الاكتئاب يأتي في المرحلة الرابعة، يبدأ ينعزل، يبدأ يحس هنا بمرارة. هنا يبدأ الواحد يكتشف أنه هو الآن عنده اكتئاب ولا أو أعراض القلب يعني بعد الثلاث مراحل يبدأ يحس أنه خلاص أمام أمر واقع. لأنه ترى الثلاث مراحل السابقة كانت كلها مراحل محاولة إني أقبل، إني يعني أنكر، إنه يعني ماني مستوعب الصدمة، محاولات جادة لاستيعاب الصدمة بالتدريج. وهذه سبحان الله يعني من 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 آليات العقل والدماغ والعقل البشري، عشان الإنسان الصدمات هذه أحيانا قد لا يتحملها، قد تودي بحياته في بعض الأحيان. فعملية التدرج هذه توصله في الأخير إلى أنه يكتئب لما اقتنع إنه والله في فقد. أنا فقدت أبويا، فقدت أمي، فقدت زوجتي، فقدت أحد من أبنائي، شخص المرض وأنا مصاب بالمرض الفلاني. يبدأ يدخل في الاكتئاب لفترة إلين ما يبدأ خلاص يتأقلم مع الصدمة ككل، ويصل في الأخير للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة القبول. يسلم بالأمر الواقع، يظل يعاني في فترة القبول لبقايا أعراض الاكتئاب السابقة اللي مر فيها إلى أن يتخلص منها تدريجيا ويعود لحياته الطبيعية. أنا بس بستأذنك حاجة دكتور، قبل قليل طلعنا على التقرير أو الاستطلاع الرأي. نعم. في شخص ذكر أنه لو في ملايين في الكرة الأرضية وفقدت هذا الشخص الكرة بالنسبة كل الأرضية كلها بالنسبة لي فراغ، فاضية فراغ، ما حيعوض على غياب هذا الإنسان. استشهد في الآية القرآنية وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. نعم. الفراغ الله حدثنا عنه. هذه حقيقة، الإنسان عندما يصاب بالفقد سبحان الله تتركز كل المشاعر الإنسانية والنبيلة والعواطف في هذا الشخص المفقود. أحيانا وهذا يمر فيه كثير من الناس، لا نعرف قيمة الإنسان اللي فقدناه إلا بعد أن نفقده. يا الله. هذا المؤسف، وهذا مؤلم جدا جدا. يعني أنت قد تفقد إنسان عزيز عليك، أنت طول حياتك عارف أنه عزيز وكلوز وقريب منك وتسافر أنت وياه وحبيب، لكن ما كنت تعلم أنك تحبه بهذا القدر، قيمته ما كنت تعرف قديش هو مهم في حياتك، ما كنت تعرف قديش هو مهم في حياتك، وتتمنى لو يعود لحظة بس عشان تقول له أنا
أقدرك وأحبك وأعزك بهذا القدر. ارجع بس وأنا أعمل بس لك ارجع. عشان كده في حالة الفقد يحس الإنسان أن الدنيا كلها ما تسوى ولا شيء وأن الدنيا فارغة، لأن كل مشاعره خلاص يصبح فيها نوع من تكرس وتقنن وتوجه تركز في اتجاه واحد اللي هي بؤرة الفقد، اللي هي اهتمامه في هذه المرحلة، لأنه هو يعاني من الفقد، فأصبحت الحياة كلها ومحور الكون كله يدور حول ما فقد وحول نتائج هذا الفقد والألم اللي بيعاني منه. سبحان الله. فهذه الكلمة تعبر عن حجم الألم اللي هو بيعاني منه. طيب دكتور، أعراض الانفصال هذا، هل في وجه مقارنة بين اللي قاعد يتعالج من التعاطي؟ نعم، في شبه كبير على فكرة. يعني كما أن هناك إدمان على المخدرات زي الهيروين والكوكايين وكل أنواع المخدرات، هناك إدمان على الأشخاص، يا الله، وهناك إدمان على الحالات. وهل في إدمان عن الشعور؟ وإدمان على هذا الشعور؟ كل الأشياء فيها إدمان. هي القصة كيمياء في الأخير. دماغنا ده سبحان الله خلق بطريقة كيميائية معقدة. أي أمر يحدث لنا لذة، بلجر، أي شيء يسبب لنا لذة، يفرز مادة اسمها مادة الدوبامين، ناقل عصبي في الدماغ. وهذه المادة لما تفرز، ليس فقط تفرز وتعطينا الإحساس باللذة فقط، إنما تتكون دائرة كهربية، دائرة كيميائية في داخل الدماغ تذكرنا بعد فترة إذا لم يحدث نفس الحدث اللي سبب اللذة إنه أريد هذا الحدث مرة ثانية. إذا كان كافيين أبغى كافيين، إذا كان مادة أبغى المادة الفلانية، إذا كان شخص أبغى أجلس مع الشخص، وحشني. كلمة وحشني هذه إدمان، أعراض انسحابية. لما أقول أنت وحشتني، هذه أعراض انسحابية زي الأعراض الانسحابية اللي بنعانيها أو اللي بيعانيها الشخص المتعاطي. فالحب، العلاقات الإنسانية، الإدمان على الأشخاص هو إدمان، نوع من الإدمان، لا يختلف عن إدمان الكوكايين والهيروين. يفرق هو عن التعلق إدمان. أو يعني هو التعلق نفسه ولا هو نوع من التعلق؟ نعم، هو نوع من التعلق، لكن في بعض الناس يعتقد أنه لا يوجد إدمان على الأشخاص، ولا يتوقع أنه في يوم من الأيام أني أنا أدمنت أقابل فلان ولا أجلس مع فلان ولا أستمتع بحديث فلان. فالعملية فيها إدمان، كما أن هناك إدمان على المواد الكيميائية، وهي تعلق، نوع من التعلق. نعم جميل. أنا بسألك يا دكتور، زي ما ذكرت الآن قبل قليل أنه التعلق أو عفواً الانكسار أو القلب، ممكن تفقد أشخاص قريبين في دائرة قريبة جداً ومحيطك القريب، ممكن تفقد حتى أشياء أبعد. افتكرت الآن المصطفى عليه الصلاة والسلام، عندما توفى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتذكرت قبل قليل أنه الشخص بمر بمراحل متعددة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بدأ ينكر على الناس فقد المصطفى عليه الصلاة والسلام، الصحابة مروا بنفس المراحل، الصحابة مروا بهذه المراحل. حسان بن ثابت شاعر الرسول ذكر أبيات شعرية جميلة وقال فيها: وما فقد الماضون مثل محمد وما ولا مثله حتى القيامة يفقده. الفكرة أنه محمد عليه الصلاة والسلام من ذيك الفترة، من يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس فقدته وبكوا عليه أهل المدينة وبكى عليه العالم الإسلامي كله، وإلى الآن ونحن نبكي على سيدنا محمد. التعلق المربوط بفقد المصطفى من تلك الأيام إلى الآن ما زال مستمر. هذا نظرا لعظمة الشخص عليه الصلاة والسلام. يعني إحنا لما نتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم، ما نتكلم عن شخصية عادية، عن أعظم وأفضل وسيد الخلق. فبالتالي هو قيمة عالية جدا، لا يقارن بالبشر العاديين. هو بشر ما في شك، لكنه قيمة عالية كرسول وكمصطفى وكشخص اختار الله سبحانه وتعالى ليكون نبي هذه الأمة. فبالتالي التعلق قطعا هيكون دائم، لن ينتهي. فقدانه مؤلم لكل الناس على مر العصور، ولكن عليه الصلاة والسلام رسالته وأثره باقي وسنته باقية، ولذلك يقل تأثير الإحساس بالألم من الفقد من خلال هذا المنطلق، إنه لما يكون في أثر للشخص. نحاول نطلع بخلاصة بس بسيطة مع الدكتور قبل ما نختم معك دكتور. كيف نتعامل في الأخير؟ نتعامل مع هذه الأمور، يعني نصل للمشاهدين برسالة واضحة. أولا الناس كيف تتعامل مع الشخص اللي بيعاني من هذا الموضوع، وهو كيف يتعامل مع هذا الموضوع. أولا خلينا نبدأ بالمحيطين. المحيط بشخص يعاني من فقد لازم يكون لديه القدرة على أن يدعمه نفسيا بشكل جيد، يستمع إليه، يعطيه الفرصة للتعبير عن مشاعره، يحيطه دائما، ما يغفل عنه وقت طويل، يحاول أن يكون قريب منه قدر المستطاع. وفي اللحظات اللي يرغب هذا الشخص المنكسر أن ينعزل لبعض الوقت، نعطيه أيضا مساحة لأن يختلي بنفسه. هذه نقطة من ناحية المحيطين.
بالنسبة للشخص اللي بيعاني مهم جدا أنه يفرغ مشاعره أولا بأول. في ناس تكبت أو تحبس البكاء والدمع، هذا غلط، أطلقها. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. فطبيعي إننا نبكي. في بعض الرجال يستحي أنه يبكي في مثل هذه المواقف. جميل. من باب مفاهيم وأعراف أنه الرجل لا يبكي، لا، لابد أن نبكي، نفرغ مشاعرنا، نترك مشاعر، نمر بجميع المراحل. لازم يكون عندنا معرفة بمراحل الحداد الخمسة اللي إحنا ذكرناها: إنكار، غضب، مساومة، اكتئاب، قبول. تقبل. لازم يعرف أنه حيمر بهذه المراحل كلها، قد تستغرق بعض الوقت. لازم يساعد نفسه على أنه يضع أمور بديلة يحبها، أو يدخل أصدقاء. إذا كان فقد صديق على سبيل المثال، يبحث عن صديق جديد، صديق يوسع الدائرة قليلا، يحاول أنه يخرج من هذه الجزئية، لأنه نحن أمام قانون كوني وقانون إلهي وسنة ربانية. الموت حق علينا جميعا، ولا يمكن أننا نصارع الموت أو أننا نتغلب على الموت، كلنا واردون إلى هذا الطريق بإذن الله. يعطيك العافية دكتور. طبعا كان معنا الدكتور محمد الحامد، استشاري الطب النفسي ومدير مركز النفس بجدة. شكرا جزيلا لتواجدك معنا يا دكتور. شكرا لك دكتور. طبعا الحزن جزء أساسي من تركيبة مشاعرنا، لا تخجلوا من التعبير عنها مهما كان. الأهم أنك تدرك أن الرجوع إلى الخلف ما رح يفيدك. اسمع لتقبل الواقع وتصالح مع مشاعرك الحزينة، وأدرك أنه لابد من مواصلة الحياة وتخطي الانفصال والفقد والفراق بشجاعة تستحق الإعجاب. مشاهدين الكرام، رح نستمر معكم لكن بعد الفاصل. تشاهدون بعد الفاصل. فخرجت قاعدة أفكر في المجتمع عندنا، طيب كيف عندنا مفهوم الفن لدى كبار السن؟ نبغى نعرف السر اللي وصل من هذا العدد لهذا العدد، رغم انشغالهم ودراساتهم لكن بفرغوا وقتهم عشان يعطوا لهذه المبادرة. نبغى نعرف هذا السر. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. حابين نذكركم اننا في انتظار مشاركاتكم وتفاعلكم على موضوعات حلقه اليوم على حساب قناه اقرا الفضائيه على الفيسبوك وتويتر اقرا تي في. في صغرها عندما كانت طفله، نبت في عقلها ذلك الحلم، اخذته عهدا ووعدا على نفسها ان تكون هي اليد التي تسكب الالوان وتنسج في عالم الطفوله القصص والحكايات، وتنثر خيوطا ملونه يصنعون منها حقيبه مره ومخدة مرة أخرى ووروداً منثورة في كل مكان. لطالما حملت ريم الأصباغ الملونة والدهانات لتلون ذلك الحائط الباهت في ممرات الأطفال المنومين والمرضى. هل تعرفون عربات التسوق؟ إنها تمتلئ في المناسبات بالهدايا وحقائب الألوان لصنع كل شيء جميل لهم، والتزيين الجدران والأسرة والنوافذ المطلة ربما على لا شيء. دكتورة ريم صبان في التقرير التالي. عندما يتحول العلاج إلى فن يضفي على حياة المريض ألوان البهجة والسرور وينقله من معاناة المرض والأسرة البيضاء إلى عالم الرسم والألوان والإبداعات الفنية. بداخلي فنان، هذه المبادرة التي أطلقتها دكتورة ريم الصبان، أستاذة التصميم الداخلي في كلية التصاميم والفنون بجامعة الملك عبدالعزيز، تهدف من خلالها إلى رسم الابتسامة على وجوه المرضى في مختلف المستشفيات ودور العجزة، من خلال تحويل عالمهم الأبيض إلى متاحف فنية. فبالألوان وكراسات الرسم ومختلف القصاصات الفنية تجعلهم يرسمون بهجتهم على جدران الغرف. واستطاعت من خلال هذه المبادرة إلى كسب ثقة عدد كبير من المستشفيات، مما جعلها تكون فريق عمل وصل إلى قرابة 300 شخص يسعون جميعهم إلى دعم المرضى واليتامى وكبار السن، ويقومون بزيارات أسبوعية للمستشفيات. بالفرشاة والخيوط والألوان تمكنت هذه المبادرة من إطفاء روح البهجة على أكثر من 2000 شخص،
وحولت غرفهم إلى مساحات ملونة وجعلتهم يخرجون ما بداخلهم من البهجة على الصفحات البيضاء. بكل تقدير نرحب بالدكتورة ريم فاروق الصبان أستاذة التصميم المشارك أستاذة التصميم الداخلي وهي مؤسس مبادرة بداخلي فنان. أهلا وسهلا فيك في استوديو يسعد مساكم. أهلا وسهلا بكم دكتورة. داخلي فنان إيش هذه المبادرة بالضبط وكيف بدأت القصة معك؟ تحدثين عنها. والله البداية احنا يعني انا ليا في العمل هذا التطوعي اكثر من 25 سنه ما شاء الله. بس يعني لا بدي اكبر في نفسي الله يعطيك الصحه والعافيه. بس 25 سنه لاني انا قاعده افتكر ان لما كنت طالبه ايام وانا بدرس كنت يعني اجي في الاجازات وادخل اتطوع في عمل دورات بسيطه للفتيات. ولما اجي دورات في ايش؟ دورات في الفن في تغليف الهدايا اي حاجه تعلمها الفن والتصميم الداخلي الجميله ما شاء الله. اي حاجه اتعلمها مثلا في الكليه بتعجبني طبقيها اقول ممكن وتكون سهله اروح ارجع وقت الاجازه اجي اطبقها مع واكون مره البنات اللي هم في السن المتوسط الابتدائي مره ينبسطوا منها. طبعا اني اتدربت فانا ما كنت عامله حسابي اني حكون اني ادرس في يوم من الايام. بس كان شيء جميل يعني هو العطاء حلو ان انت تسوي معرض في اخر الصيف هذا كانت البدايه. بعد كده بدانا يعني يعني حصل ان انا كسرت كملت الماستر والدكتوراه وانشغلت في هذا الماجستير والدكتوراه في ذيك الفتره. بس يعني كل رمضان بنحاول ان احنا برضو يعني نفرح الناس ما شاء الله. خلال فتره رمضان عملنا حمله اسمها نداء السنابل لمده 8 سنين بمشاركه مع مؤسسه مكه تابعه للندوه. كنا يعني نوفر ادوات للايتام. جميل. والحمد لله يعني انا دائما هذه الاشياء اني ابدا بنفسي ما شاء الله ان انا من حواليني اهلي والاهل اللي حواليني ايش رايك نجمع زي كذا. ولقيت الحمد لله كثير في عوائل كمان بتعمل هذا الشيء ما شاء الله يعني. على الخير بكل مكان. ايوه مره ما شاء الله. بعدين صار اني انا رحت لندن. جميل. اخذت بعد الدكتوراه في هناك برامج زي شورت كورسز يعني دورات قصيره في جامعه الفنون هناك. جميل. في خلال ذيك الدورات الدورات يعني هذه تقدم من قبل خبراء ومفتوحه للمجتمع. جميل. فلقيت انه معايا في الدورات ناس يعني انا في بالي انه دي الدورات حتكون فئه شباب يعني انا على قولهم الكبيره في 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 الدوره. لقيت انه في ناس فوق السبعين معايا في الدورات دورات ارت الله. فأكيد قلت هدول فنانين غريبة يدخلوا دي الدورات. فلما سألتهم قالت لي لا أنا تخصصي HR وأنا بس كده حبيت أني أنا أدخل المجال الفن ليه لا عندها شيء داخلي وحابة تخرج من خلال الفن تخيل. يا سلام. والثانية برضو هي راقصة إيقاع بتقول أنا أبغى أصمم أصمم تصميمات رقصات جديدة على المسرح. سبحان جميل. بعد كده خرجت قلت وبعدين واقفين زيي يعني واقفين بالساعات زي ما انا واقفه يعني فوق السبعين. فخرجت قعدت افكر في مجتمع عندنا طيب كيف عندنا مفهوم الفن لدى كبار السن. تمام. هل هذا الشيء يعني يتقبلوا كبار السن؟ هل هو احنا تجي لي انا عشان تخصصي برضو فيه من التراث. جميل. احنا يعني الاصل عندنا في بيوتنا التراثيه التطريز والاعمال اليدويه كانت على المراه مشغولات فكان يدوية. المشغولات فلو تجي بالهيستوري حق التراث حقنا موجوده يعني لكن اندثرت قليلا يمكن تخيلي ما تنتبهي ان هو مثلا جدتي كانت تخيط صح. او كانت تطرز او كانت تعمل عمل فني هذا يعتبر صح. عمل فني وقد ايش هي كانت سعيده بهذا العمل وعلى قولهم تستعرض وكانت كل ست تحاول تبين ان هي فنانة اكثر من جارتها. فكان هناك مفهوم في ديك الفتره ترى من ناحيه الهيستوري صحيح. فلما تيجي بعد كده جينا احنا يعني كاننا على قولهم انتزعنا هذه الحقبه الجميله وما خطر في بالنا انه جداتنا كانوا فنانات. فبالتالي يعني هناك مثلا لما شفته في لندن انه طبيعي معناها انه احد يدخل ارت فوق السبعين يبغى يغير حتى على قولهم فوق 50-60 يبغى يغير الكارير. المهم فرجعت انا هذا التساؤل كان في مخي طيب كيف نغير في المجتمع.
هذه كانت البدايه اللي انت طلبت البدايه. أيوه. هذه البدايه الاصليه. يعني كيف نقدر نغير في المجتمع من فكره انه كبير السن فقط لي مسار؟ يعني اول واحده كبيره في السن خلاص روحي تحفيز. أيوه. يعني عندنا معلش يعني. أيوه. طيب جميل انك تروحي تحفيز ما لها ممارسات مجتمعيه، ما لها اي ممارسات، وبالتالي تضطر انها مو متقبل ترى ان تقولي لها جيبي الوان وتلون وكذا. هذا في بالنا ترى يمكن للاسف شديد في مجتمعنا بنسبه بعض، يعني بعض الناس بنسبه معينه مجرد ما كبر خلاص بدا يعني يعتبر تنحى عن الحياه. أيوه خلاص تنحى عن الحياه وفقط خلاص انتهى كل شيء بالنسبه له. بينما زي ما لاحظتي انت في يعني في الغرب موجود هذا الامر عندهم لسه بيبداوا يمارسوا هوايه جديده. وانا سالتها ايش ليش كذا تقولي عشان في المس ابغى لسه اصمم ابغى امارس لسه في بلان وانا عندي خطه ادخل الدوره اللي بعدها. وهذا الصح ما دام بنفس. ايش اللي لمستي في المجتمع هنا وليش توجهتي لهذه الفئه تحديدا؟ اليوم انت ما شاء الله عليك وانت ومعك فريق كبير. أيوة. تزور المستشفيات. هو انا انه مظبوط. هو ايش الحكايه، انا بعد انا رجعت بدون زوجي واولادي كانوا هناك لسه بيدرسوا الماجستير والدكتوراه في تلك الفتره، فرجعت وصرت كنت على قولهم لحالي. تمام. فكنت حزينه طبعا على فراقهم. اكيد. اني انا جالسه هنا لحالي وزي كذا، فقعدت اخرج من الكليه وارجع البيت ارسم ووتر كلر، فقعدت ارسم بالالوان المائيه واسترخي. لقيت اني انا مره استرخيت، بس انا من النوع اللي اشغل الانستغرام لايف. جميل. فعشان متابعين عشان الناس يكون متابعين حبايبي يعني اللي حوالينا اصحاب، فبدوا يسالوني يقولون لي طب احنا اللي بنتعلم. جميل. فليه ما تسوي دوره؟ دوره يعني اوكي معقوله. طيب بعدين فتح لك باب جديد. بدات فتحت الدوره. جميل. ويخرجوا لنا يعني الدوره هذه مفتوحه للناس اللي ما كانت تعرف ترسم اصلا ولا تلون. جميل. وكل الاعمار في بيتي يعني من الأصحاب والأصدقاء. فبعدين جو قالوا لي مرة نشعر باسترخاء، مرة حسينا أنا ما كنت أكتشف إن أنا ممكن يطلع مني فن. طبعا عشان واخد دورات كمان هناك لقيت إنه ممكن تصنيع هذا الفن كمان ويصير على قولهم بشكل تجاري. جميل. فبعد كده قعدت أفكر طيب إيش نسوي، طيب إيش الخطوة الثانية، كيف تنميها أكثر، إيش الخطوة القادمة. أنا تمنيت إنه المجتمع كله عنده هذا الإحساس. تمام. جميل. فبعد كده مستشفى الجامعة طلبت مني، قالوا مين عندهم ألوان وكده في مجموعة من الجروبات حق الواتساب. قلت لهم طيب أنا ممكن لو سمحتوا، هو مكتب التطوع. بادرتي. جميل. قلت لهم أنا أجي أبدأ أعلم المرضى، يعني أحس بالموضوع سهل ترى. هو الموضوع يعني يعني بالنسبة لي عشان أقول لكم ليش مو سهل بالنسبة لي. المهم قلت لهم خلاص أنا أجي، إيش رأيكم بكرة أنا أجيكم أتقابل معاكم وأشوف إذا أنتوا عندكم أجي أدخل على المرضى وأبدأ الاسترخاء ده والارت ثيرابي. يعني لقيت انه في بريطانيا مره يستخدم للعلاج في العلاج بالفن. صحيح. فقلت ليش لا، الواحد لما يعني يتمنى لكل الخير. فروحت هناك وقالت لي في البدايه طيب احنا عندنا كذا بنديهم الوان وكذا يعني. جميل. قلت لها طب انتم ما عندكم شو يعني على سنه اكاديميه فما عندكم احد يعلم مجموعه؟ قالوا لا احنا أطباء متطوعين. جميل. في مرحلة معينة رابع أعتقد رابع طب ولا شيء. حلو. فقلت طيب خلاص أوكي، إيش رأيكم مستعدين لو أكلم فنانين؟ هذا كان سؤالي. طيب يعني مستعدين لو أكلم صحباتي الفنانين يجوا معايا؟ قالوا لي طبعا أكيد. قالوا لي طبعا. رحت عملت الجروب سبعة. جميل. سبعة قالوا إحنا مستعدين. والآن. سبعة أول شيء أسستي سبعة بدأت. حلو. صحبتي دي صح لازم تعرف الصحبات اللي لازم يتورطوا معايا يعني. بالعكس الخير يعم إن شاء الله. هم طبعا الحمد لله اجتمعوا على خير دائما. إي أيوة والله آمين يا رب. طلع عندنا مشكلة الميزانية، أنا من فين أجيب أدوات؟ قلت طيب إيش رأيكم أنا أسوي نادي طفل. نادي؟ نادي طفل. جميل. عندي طبعا أولاد إخواني وأولاد أخواتي، يا خالة يا عمة يا هذا سووا لنا عملنا لنا هذا. قلت لهم طيب ايش رايكم مره كل اسبوعين بدا باولاد اخواني واخواتي يعني. انك تاخذيهم ويروحوا المستشفى؟ يجوا عندي. لا يجوا عندي في البيت لان انا بدي ادخل دخل. تمام. ويصير تطلعي منهم بحق الحصص مبلغ. جميل. احطه في المستشفى اشتري في الادوات المستشفى. جميل جدا. حلو. فاخذت المبلغ حتى فيه في اليوتيوب يعني اذا في كتبت هذا الطفل حق داخلي فنان حتلاقي السعر. قلنا يلا ايش نسلمنا نعلمهم كيف كتابه القصه، وصاروا 25 طفل معايا ما شاء الله لانه بداوا صحباتهم حكوا صحباتهم هذه تروح المدرسه وتقول انا صرت في نادي فني.
طب ايش الحكايه؟ راح ينادوني تعال ايش رايك ممكن الله يخليك تدخلي بنتنا صغار كلهم في الابتدائي. فتوسعت من بدايه من الاقارب وصلتوا ل 25 طفل وصار في راس مال. صار عندي 5000 انا اقولها يعني ما شاء الله 5000 ريال. قلت هذه 5000 ريال دي تستخدم في الادوات. تخيلي الين اليوم ال 5000 دي شغاله بتنمو يعني سبحان الله. فاخذتها الحمد لله واشتريت نزلت اشتريت ادوات وبدانا نفك. طبعا صار عندي فلوس ايوه ما شاء الله بدانا على قولهم اقدر اطلب يعني. جميل جدا. طيب نبغى نعرف دكتوره ريم ما شاء الله كبداياتكم في هذه المبادره بداتوا بسبع سيدات الان وصل اعدادكم ل 300 متطوع ومتطوعه. نبغى نعرف السر اللي وصل من هذا العدد لهذا العدد رغم انشغالهم ودراساتهم لكن بفرغوا وقتهم عشان يعطوا لهذه المبادره. نبغى نعرف هذا السر. اولا انا مره محظوظه الحمد لله بهذا الفريق ما شاء الله تبارك الله. يعني اروع ناس قابلتهم في حياتي من العطاء اعتقد عشانهم فنانين بس ما بدي اقول كده لانه عندهم الحس. حتى في ناس ما هم فنانين في الارت يعني في اليد يعني عندهم يعني مسرح قراءه يعني عندهم مواهب اخرى تساعد التريكو. انا مثلا ما اعرف التريكو الكروشيه الا اليوم يعني فانتوا بتكملوا بعض. انا ممكن عندي عيب او مشكله اني انا اتكلم عن المبادره في اول 5 دقائق اتقابل معك فيها خلاص صارت في دمك هذه إيه يعني جزء من حياتي. السلام عليكم كيف الحال وانا عارفه ايه ابدا اتكلم على اول 5 دقائق المبادره عيوني اعتقد تصير. فصرنا نتكلم عن المبادره زي كذا كل واحد يقول لي طب انا كليه تصاميم وفنون اصلا فالكليه كل واحد يقول لي طب احنا نساعد. جوني حقون الكليه قلت طيب نحتاج لمرضى السرطان طاقيات بالصوف ايش رايكم؟ رحت للاساتذه حقين التريكو الكروشيه هل ينفع مخرجات هذه المادة تكلموا البنات؟ اختياري انه نصير. قالوا والله فكرة مرة جميلة البنات وجانتي 100 طاقية من عندهم ما شاء الله. طبعا هذه بس كليتنا. رحنا للجامعة كلمت صاحبات هناك في الجامعة ها تبغوا تشتركوا؟ قالوا ايوه نشترك. راحوا جاتني جاني كمان 100 ثانية من الريتشوراتري. ما شاء الله عليك دكتورة الحديث معك شيق جدا والموضوع أكيد. ما شاء الله كبير موضوع اللي انت طرحتيه مبادرة قيمة جدا. ابغى تعطينا رؤيتك للمشروع المستقبلي 5 سنوات او 10 سنوات مستقبليه انت وين شايف المشروع وايضا تختمي معنا ان شاء الله بكلمه توجهيها انت لفريق العمل اللي شغال معك. اولا انا الحمد لله بدأنا عملنا فرع للمبادره في الشرقيه ما شاء الله فان شاء الله باذن الرحمن دحين هذا لسه في البدايه برضو 7 لسه وقلت لهم تحدي نشوف اهل الشرقيه ولا لا ان شاء الله في كل مكان حيكون عطاء برضو حقهم في النادي السعودي في لوس انجلوس. جميل كلموني يبغوا يشوفوا التجربه حقتي بيطبقوها مع هناك. انا ودي انها تنتشر يا سلام لانه عندنا اللاجئين ممكن المسلمين العرب ما يعرفوا الفقراء في كل مكان اللغه فلو يا حبذا احنا العرب يعني نروح لهم في المستشفيات نفسي توسع هذا رقم واحد يا رب. رقم اثنين لقينا هم البنات بيدخلوا هم ترى البنات اللي بيدخلوا انا ما بدخل انا ما اقدر ادخل يعني بالنسبه لي عاطفيا انا لانه مرضى سرطان وبعضهم يعني الام تلاقيها متماسكه او الطفل يكون متماسك العكس صحيح مو متماسك فانا بالنسبه لي مره عاطفيا لما تشوف طفل صغير يعني الله صحيح. يعني الله يشفي الجميع يا رب العالمين. اتمنى او اني انا المرافق يكون مصدر لي دخل نقدر نسوق الاعمال اللي بيسويها سواء المريض اذا قدر او المرافق يعني نسوقه ويصير له دخل بيصير هو جالس في المستشفى جميل يجي له دخل. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك دكتوره على مشاركتك معنا اليوم. كانت معنا في هذه الفقره دكتوره ريم فاروق صبان استاذه تصميم الداخلي المشارك وهي مؤسس مبادره داخلي فنان. شكرا على تواجدك معنا. مشاهدينا الكرام نكمل معكم فقرات برنامجنا هذا اليوم ولكن بعد هذا الفاصل. تشاهدون بعد الفاصل. شخصيات متفردة كل واحدة فينا مختلفة تماما عن الثانية. لما يتحدوا الأخوات ما صحيح. في شيء يوقف قدامهم طبعا وقتها كأني مغارة علي بابا انفتحت قدامي كأنه عالم جديد أنا ما أعرف عنه. واو إيش هالإبداع اللي هم بيعملوه. لا أنا لازم أتعلم. يسعد مساكم من جديد مشاهدينا الكرام. أنا عندي اليوم سؤال لعماد. عماد هل أنت من أنصار اللي يقول لك أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب أو خلي القرش الأبيض ينفعك في اليوم الأسود؟ أنت إيش ترجح المقولة؟ القرش الأبيض ينفعك في اليوم الأسود ولا أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ يمكن أنا أميل شوي أكثر للقرش السمك القرش الأبيض
بس ليش اليوم أسود؟ هي هذه مقولة خلاص كلنا نعرفها، أنه خبي فلوسك لليوم أنا اللي أميل أكثر لهذا، جانب الاقتصادي أكثر، تمام، مقتصد أكثر. بس ما بتستمتع في يومك؟ في حياتك؟ إلا عشان كذا أنا ماني مع مسألة الأسود، يعني ليش اليوم الأسود؟ خبي اليوم الثاني الأبيض كمان. ممكن أنا بالنسبة لي حيكون الوسطية، اللي هي ما أصرف كل ما في الجيب، مع أنه أكيد الاتكال على رب العالمين هو الرزاق. اختاري واحد يادا ما في النص. للأمان وكل صدقا أنا من جماعة أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهي مش صحيحة يعني كاملا. على العموم فريق العمل برنامج نزل للشارع وسأل الناس أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ولا القرش الأبيض ينفعك في اليوم الأسود. خلونا نشوف فريق برنامج نزل الشارع وسأل الناس أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ولا القرش الأبيض ينفعك في اليوم الأسود. خلينا نشوف رأي الشارع السعودي إيش قال ونرجع لك. لا، القرش الأبيض ينفعك في اليوم الأسود، لأن القرش الأبيض أنت لازم أنك تأمن مستقبلك أيضا ماديا. إذا كنت تصرف بدون حساب أكيد يعني بيفقر الإنسان مهما كان إيش عدد ماله. أحيانا القرش الأبيض ينفعك في اليوم الأسود. الاثنتين ما تضيع الفلوس ساكت وما تمسك مرة، سوي كل شيء في محله. لا، بين هذا وبين هذا، لأنه إنه الواحد كمان يحفظ ما بيعرف المستقبل إيش مخبي له، وما يصرف يعني بشيء، يعني يصرف بشيء معقول. أصرف ما في الجيب يجيك ما في الغيب. الدنيا الفلوس تروح تيجي، يعني مهما مسكتها ممكن أموت اليوم بكرة بعده، فأصرف أستنس فيها. أحفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود، وهذا الصحيح، لأني أنا أفرط اليوم ومستقبل أنا أحتاج الريال هذا. أنا مجرب الاثنين، تكون مزنوق معك شوية فلوس أصرفها تصدق بيها أي حاجة، فجأة ما أنت عارف يجيك دبل، ما أدري لو جلست مخبيها كده وشايلها على جنب ما يجيك، تفقر تفضل زي ما هي. والله أنا لا هذا ولا هذا، يعني أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذه تخليك تصرف على كل شيء صراحة بدون أي قيد بدون أي شيء، بينما وفرها ليومك الأسود ممكن مو بشرط يومك الأسود يا أخي، ممكن توفرها على أساس أنك تستثمرها في شيء تطور من شيء لديك، يعني مو بشرط تنتظر هذا اليوم السيء عشان كذا أنت تجمع عشان هذا اليوم السيء، لا، في خيارات كثيرة يعني للادخار. لاحظنا منى اختلاف الآراء بين الناس اللي حابة تصرف وحابة تخبي، بس أنا فعلا ما زال عندي سؤال، ليش إحنا في عندنا أمثال كثيرة ما زلنا ناخذها بشكل سلبي؟ ليش نقول اليوم الاسود؟ ليش ناخذ النظره السلبيه؟ ليش زي مثلا لا تفرد الحافك على قدر رجليك؟ طب ليه ما افرده كله؟ ليه ما اوسع الحاف؟ ليه ما اشتري حاف جديد على مقاسي مثلا؟ سبحان الله قاعد افتكر في حاجه الان، انا قاعد افتكر في النظره الوسطيه، بس الاسلام حتى حثنا انه انفق ينفق الله عليك، فايضا الانفاق الانسان ينفق وكذا. طيب انا برايي بس هذا الجانب فيه له متخصصين. أكيد. في عندنا دكتور كمال شعبان، هو متخصص في هذا الجانب وفي النصائح في الادخار والنصائح المالية. خلونا نشوفه سوا ونرجع لكم. متى ندخر؟ هذا السؤال مهم لي ولكم جميعا، لكن هذا السؤال لازم نفكر فيه بطريقة ناجحة. ليش؟ لأنه كثير من الناس بيصرف راتبه طوال الشهر، وبعد ما ينتهي من الصرف بيشوف إيش فيه زايد وبيحاول يدخر. هذا الكلام أتمنى من اليوم ننساه تماماً أحبابي. والسبب أنه عندنا قاعدة مهمة جداً نحفظها كلنا، اسمها الادخار أولاً. لابد أن نجعل من الادخار أولاً. لو كان راتبك 10,000 ريال وكانت نسبة الادخار 1000 ريال كمثال 10%، مطلوب منك تجنب الألف ريال بعدين تبدأ تصرف من 9,000 ريال. خلي هذه القاعدة دائماً معك، الادخار أولاً. العناية بالجمال جانب ركزت عليه شقيقات الثلاثة رانيا وسماح وعفراء، وعوا إنه العودة للطبيعة هي أكثر الطرق للجمال، فلجأوا لها وجمعوا خيراتها
وخلطوا مكوناتها ليقوموا مشروع عناية رغوة، موفرين بها البديل الصحي اللي بيشبع شغف الجمال ومتعة الاستخدام. فكان إنتاجهم صابوناً طبيعياً مصنع يدوياً من مواد من الطبيعة لها خصائص علاجية، وهي صابونة متفردة بشكله ولونه وحتى رائحته. وعن قناعة بيقولوا كما في الأكل المنزلي الشهي ولذيذ وصحي، كذلك الصابون المصنع منزلياً لطيف وجميل وصحي. عناية رغوة قصة صابونة أو قصة صابونة ترويها لكم هذه الأسرة. أهلاً وسهلاً بكم معنا في هذه الحلقة. الآن نرحب اليوم معنا في الاستوديو الأستاذة رانيا أو الدكتورة رانيا استشارية أمراض الدم، وأيضاً الأستاذة سماح محللة نظم في القطاع الصحي، وأختكم الثالثة عفراء في إيش تخصصها؟ بكالوريوس تربية. بكالوريوس غذاء. ما شاء الله غذاء، ما شاء الله تبارك الله. الخلطة هذه ما شاء الله، كيف جمعتوها مع بعض؟ أوكي. هي قصتنا صراحة مع الصابون، الحمد لله في البداية إحنا ثلاث أخوات الحمد لله، يعني علاقتنا جدا الحمد لله متينة، مع إننا شخصيات متفردة كل واحدة فينا مختلفة تماما عن الثانية. قصتنا مع الصابون بدأت في بداية 2017، وقتها كان عندي دورة تدريبية في أمريكا، وأنا من الناس اللي شوية بيكي في اختيار المنتجات. يعني هو صابون معين أستخدمه، هو لوشن معين، ما أحب أغير الريحة، ما أحب أغير ملمس شيء على جسمي. فأول ما رحت أمريكا لمدة سنة شوية عانيت مع المنتجات، لا هذا ريحته قوية مزعجة، لا هذا سبب لي جفاف جسمي، لا هناك ريسورسز متاحة بسهولة، فقلت خليني أدور على صابون طبيعي مصادر هناك. صابون. فاكتشفت وقتها الصابون اللي يسموه الميلتن بور أو صابون الجلسرين الجاهز اللي تذوبه في الميكروويف وتصبه في القالب وتستخدمه. طبعا اشتريت لي ميلتن بور من الأمازون، هناك كان أورجانيك ومكونات طبيعية، وطبعا كنت سعيدة جدا أخذه أسيحه في الميكروويف وأصبه في القالب وأستخدمه. شوية شوية تطورت وقلت لا خليني أعطر وأحط له أسنشال أويلز، اشتريت لي لافندر وبيبرمنت بالضبط. بعدين كده طورت صرت أحط ألوان. فمرة كنت في اليوتيوب بدور على طريقة كيف أدمج الألوان تبع ميلتن بور، واكتشفت طريقة تصنيع الصابون بالطريقة الباردة أو اللي يسموها الكولد بروسيس سوب. طبعا وقتها كاني مغاره علي بابا انفتحت قدامي، كانه عالم جديد انا ما اعرف عنه. واو ايش هالابداع اللي هم بيعملوه، لا انا لازم اتعلم. جميل. وفعلا يعني تفرجت على مئات الفيديوهات، دخلت دورات اونلاين، اشتريت كتب تعلم كيف صناعه الصابون. بدايه طبعا كنت اسوي ومكتفيه نفسي، بدات اعطي صاحباتي اللي في امريكا، بدات ارسل لاهلي من هنا. الله صرتي انت ترسلي من امريكا لهنا. لهنا بالضبط. بعد كده اكتشفت لا اني حسيت الفرق في بشرتي، يعني فعلا فرق عن الصابون العادي. الرغوة، الملمس على الجسم، الرائحة، الترطيب في الجسم والرائحة، لا انا مستحيل اوقف ذا الشيء، انا لازم اكمل. وقتها كانت اختي عفراء عندي في امريكا. عفراء للاسف مو معنا اليوم، كنا نتمنى تحية كبيرة اكيد للاستاذ عفراء يعطيها العافية. فبس بعدين اتفقت انا وعفراء، ها عفراء ايش رايك يلا نبدا نسوي شراكة. اشركنا اختي سماح معنا في الموضوع، وفعلا بدأنا الإجراءات الأولية وأنا لسه في أمريكا، فتحنا السجل التجاري وأنا لسه برافو هناك. على طول يعني فأول ما رجعنا سماح أختي حتكمل معكم الحكاية. أيوة طبعا أنا مختلفة عنها تماما في ده الموضوع، أنا شوية تفكيري إداري أو تفكيري تجاري، فأنا مسكت المواضيع الإدارية. جميل. يعني لما رجع أول ما رجع، طب إيش مسمى المشروع؟ طب إيش إحنا فلسفتنا؟ إيش هدفنا؟ من هذه الأشياء يعني حتى إحنا شعارنا لي فلسفة معينة من حكاية ورقة الشجر تبعت عناية رغوة، إنها من الطبيعة. ثلاث ورقات شجر تمثل الأخوات الثلاثة. الفقاقيع هي عبارة عن الصابون منتجنا الأساسي. في خلال ذي الفترة بعد ما رجعت رانيا وعفراء من أمريكا جلسنا مع بعض رتبنا ذي الأمور. في ذيك الفترة شفت مسابقة لسيدانا، مركز سيدانا كانوا مسوين مسابقة للمشاريع. جميل. الصناعية. فلما سجلنا معاهم كنا من المرشحين للتمويل من ديما المناهل. جميل. من صندوق الأميرة مضاوي، والحمد لله يعني انه قدرنا تم اختياركم. ايوه المراكز هذه متخصصه في دعم المشاريع ودعم المشاريع، في دعم المشاريع بالضبط. ايوه او مركز الاميره. هو في البدايه ديما المناهل يعني اهلونا طبعا، اعطونا دورات كيف نعمل دراسه أيوة الجدوى. اخذنا دورات الجدوى، دورات في الخطط التسويقيه. جميل. في هذه الامور بعدين عرضنا برزنتيشن لديما المناهل، كانت هناك لجنة مكونة من تقريبا ثلاث أشخاص، والحمد لله يعني ترشحنا أو فزنا بحكاية التمويل من صندوق الأميرة مضاوي. بعدها قدرنا يعني إحنا نطلع. طبعا في ذيك الفترة إحنا سوينا حسابات السوشيال ميديا، فتحنا المتجر الإلكتروني، فتحناه في فبراير تقريبا، في فبراير 2018 كان.
يعني كان إحساس جدا جميل أول ما فتحنا المتجر، وأول طلبية جاتنا كانت من بنت عمي بهية بالخير، كانت أول زبونة لنا. شكرا لدعمك يعني أستاذة بهية، جميل جدا هذا الدعم. هو لما يتحدوا الأخوات ما في شيء يوقف قدامهم. صحيح. يعني أنتم بتتكلموا، أنا بتذكر أنا ورناد ولجين أخواتي فعلا اتحاد الأخوات ما في شيء يوقف قدامنا. والأجمل من ذلك تخصصاتكم خدمت مجالكم، حضرتك دكتورة في ما شاء الله أمراض الدم، فهذا بيلعب دور إنه إحنا نصنع بطريقة ما تأذي الجسم. حضرتك في الإدارة ومحللة قطاع صحي، هو في الحاسب الآلي، وأيضا الأستاذة عفراء غذاء وتغذية، يعني تخصصاتكم بتخدم هذا المجال. فنبغى نعرف دور عفراء الآن معاكم بعد ما أنت دخلتي في المحاسبة والنظم الإدارية، دور عفراء. عفراء ميلي طبعا هي بتساعدني في حكاية التصنيع، ماسكة موضوع الكاستمر كير تماما، يعني خدمة العملاء، الكاستمر كير بترد على الزباين وهالأشياء. والتصاميم مين؟ التصاميم والله التصاميم هي سبحان الله أحيانا كذا يعني ريحة معينة أو عطر معين لا يوحي لي بتصميم معين. شوكولاتة بالنعناع سوحيته من شوكولاتة أفتر إيت، أفتر إيت اللي شوكولاتة ومع نعناع مثلا. اول ما شفت المولد اللي زي ورقه الشجر على طول بطل عليها من اول، على طول استوحيت انه لا بعمل شيء بالشاي الاخضر والنعناع بكل هالشكل. عندك الكب كيك الفراوله، يعني بقول لعماد ملفت، هل ممكن يعني تستخدمها؟ انا حخبيها للأمانة ما حخربها، شكلي حاكلها هذه، مش هتاكد بس هذه معقول فراوله ولا تفضل. ترى رائعه التصنيع، صابونة صابون جلسرين والله، يعني اتقان في العمل. تسلم يا رب، الرائحة جميلة اللي ما حستخدمها للأمانة، حستمتع بجمالها. كمان اللي بيساعد في التصاميم صراحة خيال الأطفال، خيال الأطفال يعني ممكن تقولي لهم اسم عطر. شيماء بنت سماح أختي هي استوحت لنا صابونة المجرة، للأسف ما نسيت أجيبها، كواكب ولون السماء حطينا أزرق مع بنفسجي. إيش هذا البنفسجي؟ أنا لوني المفضل لافندر، لافندر وليمون جراس. هذه خلاص لي. أنا عشان انتهز الفرصة ولأن الوقت داهمنا، تعطونا فكرة بس بشكل سريع هذه ايش الاشياء اللي شايفينها قدامكم؟ اوكي شور. بس انا حبيت اوريكم القالب لو سمحتي، انه الصابون لما نعمله مثلا تبع هالبقاس مثلا اعمله بكمية كبيرة واصبه هنا، ياخذ له تقريبا 24 ساعة عشان يجمد، اطلعه من القالب ممتاز، اقسمه لثلاث قوالب. هذه عدة الشغل يعني. هذه عدة الشغل بالضبط، حيتقسم لثلاث قوالب. عندي القطاعة بس كانت كبيرة طبعا ما يسمح الوقت اني اجيبها، وبعد كذا يتقطع بهاي القطعة على الشرايح بالمقاسات اللي تبغوها انتو. تقريبا بالضبط، يعني هاي القالب بيطلع لي 30 صابونة من هالمقاس. جميل جدا. برضو احنا حبينا نعمل اشياء للكابلز، فمثلا هاي عاملينها كابلز. احنا من توجهنا هو طبعا النشر الوعي الصحي، انه صوابين طبيعية وايش فوائدها على البشرة، كمان نحاول انه احنا ننشر الوعي الثقافي. فاحنا عندنا توجه انه نسمي الصوابين باسماء يعني شخصيات تاريخيه. مثلا عندنا هذا للكابلز مسمينها عبله وعنتر، صابون عبله وعنتر. هذه لو سمحتي على اساس انه وعنتر على اساس انه يعني نخلي الناس تروح تقرا عن الشخصيه نفسها. الله يعني عندنا مثلا صابون كليوباترا لانه معروفه كليوباترا بالجمال والعسل، العسل المصريين القدماء بالضبط. الله عليكم. امرئ القيس. انا بشكل سريع كمان حاجه، في حاجه حاب توصل للمشاهدين بشكل كبير. اليوم احنا عندنا صوابين كثيره موجوده في السوق، وفي هذه الصوابين الطبيعيه. طب يعني ايش الفرق بشكل سريع عشان نختم حلقتنا بشيء مفيد؟ هو الصراحه اوكي، هو الفرق طبعا كبير، لانه هي في النهايه الصوابين الطبيعيه مصنوعه من زيوت طبيعيه كلها كويسه على البشره، زيت زيتون، زيت جوز الهند. طبعا هاي الشيء مستحيل يكون في الصوابين ما التجارية. في اي شيء مثلا كيميائي مثلاً؟ لا طبعا، هو في ماده هيدروكسيد الصوديوم. هو الصابون الطبيعي كيف يتكون؟ تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع الزيوت. هيدروكسيد الصوديوم حيستنفذ تماما في المنتج النهائي وما حيكون باين في المنتج النهائي يعني، بس هي مجرد تحول لصابون، زي مثلا اتحاد الهيدروجين مع الاكسجين يعطيني مويه، نفس الشيء. هذه دراسه وابداع كلها عالم جديد. كثير بيسالوا كيف هيدروكسيد الصوديوم وتقولوا لنا طبيعي يعني.
يعطيكم العافية يا رب، وشكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا اليوم. العافية. نشكر الدكتورة رانيا بالخير والأستاذة سماح بالخير، ونشكر أيضا أختكم عفراء اللي ما كانت معكم، ما تواجدت في هذه الحلقة. إلى هنا نختم هنا. إلى هنا مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم لختام حلقة اليوم من يسعد مساكم، نشكر لكم طيب المتابعة، نتمنى لكم وقت حلو إن شاء الله دائما تقضوا معنا برفقتنا في أجواء السعودية، ويسعد مساكم إن شاء الله. وأكيد إن شاء الله ترقبونا في حلقات جديدة وقصص جميلة بتحكي الواقع. فمان الله.